الآن نروح للموضوع الطبي، وهو موضوع يهم أغلب الأزواج والزوجات، وخصوصا السيدات اللي حابين ينجبون أطفال ولكن عندهم صعوبة في الحمل. صحيح هاني، موضوع الخصوبة لدى الزوجين هو واحد من المواضيع اللي ظل الحديث عنها يتجدد بكثرة، خصوصا لما يكونون المتزوجين من فترة وما حصل حمل. في حالات مثل هذه تطرح العديد من الأسئلة، واليوم راح نتكلم عن كل شيء يتعلق بالخصوبة لدى المرأة مع ضيفنا البروفيسور رمزي فينان اللي انضم لنا من بيروت. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أصبح صباحك، أهلا وسهلا فيك. أول شيء، إيش المؤشرات اللي تدل على أن معدل الخصوبة لدى المرأة جيد؟ المبدأ إذا الميعاد تبعها يعني الدورة الشهرية عم تيجي بانتظام وعم بيصير فيه تخربط، معناته المبيضات والرحم عم يشتغلوا بانتظام. طول ما هن ما عم بيكون في أي مشكل من هالناحية هيدي، بنعتبر إنه ما في أي شيء بخوفنا، خاصة إذا منا عاملة عمليات، منا شايلة ليفة على الرحم ميومة، أو عاملة عمليات على المبيض من تكيس أو كيس أو شيء. عمان هيك منجرب نتجنب حيالة جنس عمليات داخل البطن، حتى الزايدة فيها تأثر على الخصوبة، لأن لما نعمل عملية إذا بقي شوية دم بالبطن فيهم يعملوا مثل التصاقات، فيهم يسكروا الأنابيب. يوم نعرف إنه ما في مشكل إذا عندها الدورة الشهرية منتظمة، إذا ما عندها أي مشاكل، ما في أوجاع، ما في أي شيء. والعمر هو أهم شيء، يعني بالزمان كانوا يتجوزوا بعمر صغير، هلأ عم بيتجوزوا بعمر 30 تقريباً. الخصوبة عند المرأة بتبلش تخف بعمر 35، بتخف بسرعة بعد 38، وبالعمر 40 بتبلش تخف كتير. يعني في فحص اسمه الـ AMH أنتي ميلاريان هرمون فينا نعمله تنشوف قدي عندها بويضات بعد موجودين بالمبيض، بس ما بنعمله لكل العالم وما بنعمله عطول إلا إذا صار في عندنا مشاكل. طيب متى ممكن يحسون الزوجين إن في مشكلة حقيقية تعلق بالخصوبة؟ إيش المؤشرات؟ ما في مؤشرات طبية أو فيزيكال فيهم يحسوا فيها، يعني إذا كل شيء ماشي طبيعي بنعرف إنه الخصوبة عند بني آدم هي 20%. يعني إذا بناخد 100 كابل بعد كل دورة معناته نزلت البويضة قبل 14 يوم 20% من الهيومنز بيحبل، الأرنب بيحبل 80%، بس نحن لسوء الحظ مش أرانب، دونك الخصوبة عندنا بس 20%. بعد 4 أشهر معدل 20 كابل أول شهر حبل، ثاني شهر 80 كابل بقيوا، يعني 16 كابل حبلوا. الكوميونتيف بريجننسي يعني الحمل بعد 4 أشهر بيكون بحدود ال 40-50%. لما نتجرب على السنة إذا ما كان في مشاكل تانية ولا العمر ولا عمليات ولا مشاكل طبية، عادة ما منجرب نعمل فحوصات قبل مرور سنة. بعد سنة إذا ما عم بيصير في حمل، أول شيء منبلش بفحص السائل المنوي تبع الرجال، لأن أهين من بلش بالفحوصات لها. من هيك منأكد أنه هو ما عنده مشكلة قبل ما نقول له عود على جنب تنشوف شو اللي عم بيصير عند الست. طب إيش أكثر العوامل اللي تؤثر على خصوبة المرأة وتمنع حدوث الحمل، خاصة أنه في بنات لسه صغار يعني في العشرينات وما يقدرون يتزوجون وما يقدرون أنه يحملون؟ ما فينا نعرف قبل ما نكون جربنا. يعني أول شيء أنا ضد فكرة نعمل فحوصات أو صور قبل ما يكون صار في زواج وصار في intent to pregnancy، يعني بدها تجرب تحبل على 3-4 أشهر، وما بحب أعطي أدوية تقوي المبيض أو نزل البويضة بالقوة إذا ما عندها مشكل طبي. منبلش بالأول نشوف الدورة الشهرية إذا منتظمة. البويضة بتنزل 14 يوم قبل الميعاد الجاي. أيوة. يعني علمونا بالمدرسة أنه ideal cycle بتعمل ovulation بالmid cycle، هيدا مش صحيح. الovulation يعني الإباضة بتصير 14 يوم قبل ما تنزل، ما قبل ما تيجي الدورة الجاية.
إذا بتعرف إنه عندها دورة منتظمة وفي عندها مجال تعرف امتين رح يكون الدورة الجاية، فيها ترجع لورا 14 يوم بتكون هيدا المعدل تبع البويضة إنه رح تنزل. لهاليومين بس فيها تحمل. إذا كان في جماع قبل أو بعد ما بيساعد ولا بيأمن أي حمل. عمن هيك مهمة إنه يكون عندنا شيء بنسميه ovulation test. الأوفيليشن تيست بتبلش فيه بنهار العاشر من الدورة، بتعمله كل يوم الصبح، ساعة اللي بيطلع بوزيتيف معناتها عندها البيك اوف ال اتش اللي هي الهرمون اللي بتنزل من الدماغ اللي بتعطي الأوامر للمبيض انه ينزل البويضة. البيك اوف ال اتش بيجي 36 ساعة قبل ما تنزل البويضة. إذا عملت التيست على بكرة طلع بوزيتيف بتعمل علاقة بالليلة زيتها وتاني يوم عشي. طيب هل يوم يس تفضل. طيب دكتور لسه عشان الوقت ما يخلص منا، كيف ممكن للمرأة تحسن خصوبتها عشان بشكل طبيعي علشان يحدث الحمل من غير منشطات وأدوية مساعدة؟ أول شيء تكون صحتها جيدة، تعمل رياضة، تكون عم تتغذى، ما تكون ولا في سمين زيادة، ما تكون أكثر كوزن من العادة لأن الوزن بداية المبيض بيصير يخربط أكثر. وإذا الدورة طبيعية ما بعطي شيء أدوية، بعطي بس هيدا التست تبع الأوفيليشن كرمال نجرب نصيب البويضة وقت ما عم تنزل. ما في شيء غير الصحة والرياضة اللي بتساعد الخصوبة. إيش النصيحة اللي تقدمها اليوم لكل سيدة قاعدة تتابعنا وعندها ضعف في الخصوبة؟ أول شيء تأكد إنه ضعف الخصوبة من عندها هي مش من عند الزوج، اللي هي أهي الفحص اللي عم بينعمل، بيروح بيعمل فحص للسائل المنوي تنشوف إذا في أي مشكل. تاني شغلة نشوف إذا المبيضات تبعها عم تشتغل بانتظام وعم بيجي الدورة بانتظام. تجرب تعمل الفحص تبع الإباضة على 4 أشهر، إذا ما صار في نتيجة وقتها منبلش بالفحوصات. وتجرب تعمل الحمل قبل ال 35 سنة من العمر. مبدئيا من 25 لل 35 هن احسن سنين للخصوبة. حلو. مثل ما قلنا قبل، بس إذا تأخرنا أكثر بيصير عندنا مشاكل أكثر. إذا كانت السيدة عندها عاملة حسابها إنه تحمل بعمر ال 38 أو ال 40، فينا نعمل فريزنج أوفوسايتس، يعني تجميد أو بالبويضات. هيك فيها تستعملهم بعد 3-4 سنين وهن بيكونوا كأنه عم تحبل هلا. حلو، شكرا لك يا بروفيسور رمزي، ونترككم مشاهدينا مع هذه النصائح حول موضوعنا الطبي اليوم.